يسعد صباحكم مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم، طابت أوقاتكم، حلقة جديدة من صباح اليمن. اليوم طبعا اليوم هيكون فيها مواضيع وحلقة إن شاء الله تكون تنال إعجابكم، مع نصحبها فيكم أنا وسمر. يسعد صباحك يا سمر، وأتمنى يكون الويكند حلو كان عليكي وانبسطتي فيه. كان حلو الحمد لله. يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الحب والخير والسعادة، حلقة جديدة وبداية الأسبوع، وإن شاء الله يكون بداية أسبوع مليء بالأخبار السارة والسعيدة والنشاط كمان عليكم مشاهدينا في كل الوطن العربي. اليوم هنتكلم عن التربية السليمة للأطفال وتأثيرها عليهم في حياتهم وحضرهم ومستقبلهم. صحيح يا سمر، التربية السليمة طبعا تعد من الحقوق الواجبة على الوالدين تقديمها لأبنائهم، ويرتكز الموضوع هذا على حسن اختيار شريكة الحياة أو شريكة الحياة، الزوجة الصالحة والزوج الصالح، اللي بيلعب دور أكيد أساسية في التنشئة الصالحة السليمة، حيث أنه أساسية الرعاية لا تقتصر فقط على توفير احتياجات الأكل والشرب والمسكن وغيرها، لكن لازم ناخذ بعين الاعتبار مدى ضرورة تطبيق واجب التربية السليمة، لأنه يمكن وضع كامل الجهد على عاتق دائما الأمهات. أكيد طبعا، وبتعد هذه المهمة طبعا مشاهدين هي مسؤولية الطرفين، لأنه الأبناء طبعا بيولدوا من البداية على فطرتهم في تغيرات كثيرة خارجية بتحدث بتؤثر على الأبناء وعلى أطفالنا، خاصة طبعا مع السوشيال ميديا والتغيير الحاصل ومفهوم التربية الحديثة عكس التربية اللي احنا تربينا عليها. في أشياء كثيرة تغيرت في مهارات كمان، حتى أطفالنا والمراهقين أصبحوا يعرفوها، طبعا لها إنعكاس واضح على شخصيتهم وعلى حياتهم وعلى كمان بنائهم لعلاقاتهم مع أصحابهم ومع المجتمع. فطبعا بتخلينا نركز أكثر على مفهوم التربية بالشكل المناسب. صحيح، ومما لا شك فيه طبعا أنه اتباع المناهج التربية للأبناء السليمة، استخدام السلوكيات الإيجابية يعزز من الثقة بين الأبناء وبين الوالدين، يجعل الأبناء أكثر قدرة على تطوير سلوكياتهم بما يتعلق باحترام الذات وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تعلم الاستقلالية وكيفية التعامل مع مختلف جوانب الحياة واتخاذ القرارات المناسبة. كمان التأثير الإيجابي على طبيعة تفكير الأبناء، ويقلل من تعرضهم للمشاكل الصحية اللي دائما بتكون بسبب العقاب والسلوكيات القاسية مثل الاكتئاب اللي بيصيبهم وبعض السلوكيات النفسية الغير سليمة. طبعا مشاهدينا، تجربة تكوين العائلة وما تتطلبه من التربية ومن أغلب الأمور اللي بيتطلبها من الأهالي بتشكل تحدي صعب جدا، خاصة هذه الأيام وخاصة هذه الفترة. لكن في البداية بنأكد على ضرورة أنه الأهل يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، لأنه الأبناء بتدقق في تصرفات الأب والأم وبيقلدوهم لا شعوريا طبعا في أغلب الأحيان. عشان كذا من الجيد وضروري أنه يتبع الأب والأم دور المسؤولية الجيدة ويكون في حسن للسلوك والصدق والأمانة مع أبنائهم. تفاصيل كثيرة هنتعرف عليها أنا وشيرين مع ضيفتنا في الأستوديو، وكيف نربي أبنائنا. طبعا أكيد التربية ممكن البعض يشوفها يعني شيء بسيط وعادي وإحنا تربينا، لكن الجيل لهذه الأيام مختلف شوية عن أجيالنا وعن طريقة اللي إحنا تربينا عليها. هنتعرف على هذا الموضوع بعد هذا الفاصل اللي هنتعرف فيه على النشرة الجوية، خليكم معنا.
وما زلنا معاكم مشاهدينا ولسه في بداية فقراتنا، وزي ما قالت سمر قبل الفاصل يعني النشرة الجوية لازم اليوم نعرف حالة الطقس. يكون معنا أكيد دائما عبر الهاتف من صنعاء رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية. يسعد صباحك يا مهندس رشيد، أنت معنا؟ يا باش مهندس، يسعد صباحك. سنعاود طيب نرجع نتصل بباش مهندس رشيد مرة ثانية عشان الشبكة. إذا نروح على طول لمشاهدينا زي ما تكلمنا قبل الفاصل، إنه موضوعنا اليوم عن التربية السليمة وكيف ممكن تكون تربيتنا لأبنائنا بطريقة سليمة بدون ما يحسس الأبناء بضغط أو يكون مصدر إزعاج لهم. طبعا معنا في الاستوديو دكتورة دينا. يسعد صباحك يا دكتورة، استشاري صباح الخير الصحة النفسية. دكتورة، يعني كده في البداية حابين نعرف عن التربية السليمة. احنا دائما يعني نعتقد ان احنا تربينا بشكل سليم واجيالنا او ابائنا اجدادنا ربونا بطريقة معينة، هي الاسس والاطار اللي مشينا عليها وتربينا عليها اجيال واجيال. الان صار في مفاهيم جديدة انه لا، فارق الاختلافات الفكرية، التطورات اللي حصلت، الان في طريقة جديدة في التربية. ايش اللي اختلف؟ بداية احنا عايزين نفرق بين التربية والرعاية. الرعاية دي اللي هو احنا بنقدم ولادنا الاكل واللبس والعلاج، فدي احنا نقدر نقول عليها رعاية. لكن التربية ان انت بتأسسي قواعد وقيم ومبادئ للطفل ده. الطفل ده انت زي زرعة صغيرة، انت حضرتك حطيتي فيها بعض البذور، هتبدأ تكبر شوية وشوية والقيم بتبدأ تتدرج واحدة واحدة لغاية ما هو بيكون شاب فاهم كل حاجة وبيواجه المجتمع بقيمه وبمبادئه. طيب يا دكتورة، احنا يعني كنا بنتكلم في المقدمة انه مفهوم التربية الحديثة وكيف نربي ابنائنا تغير الموضوع. يمكن كان على ايامنا ابسط من كذا، كان ما فيش تركيز على كيف نربي ابنائنا، والاب والام لازم يكونوا عارفين، مش عارف، كان في اشياء تحس انه كان المجتمع كله يتربى بطريقة معينة. أيوه. والمبادئ والاخلاقيات والاساسيات كانت عند الكل هي واحدة. ايوه، وابسط بكثير من الان يعني تفاصيل كثيرة واشياء كثيرة، تفاصيل كتير، لان احنا المتغيرات والمعطيات اللي احنا موجودين حاليا فيها هي ما كانتش موجودة قبل كده. سيدنا الامام علي قال لا تربوا ابنائكم مثل ما اباكم ربكم، لان طبعا احنا زمان كل حاجة عيب وده غلط وده صح، فمفيش فيه اختلاف. دلوقتي بقت فيه انت مثلا حاجات معينة، في حاجات بتبقى عادية جدا، طفل مثلا بيروح النادي مع مامته ومع باباه، في حاجات الاب بيوافق عليها واب تاني ما بيوافقش عليها، نتيجة بقى التربية. هو متخيل الاب ده ان كل ما بيدي ابنه كتير من الحرية هو كده بيديله سعادة، او مش بيحرمه من حاجة. بمعنى اصح هتيجي الولد تاني، الولد مش هي دي التربية اللي اتربى عليها، او مش هي دي الثوابت اللي باباه بيقول عليها. فدي كلها بيحصل ان احنا الاجيال بتاعتنا بقت تبص لبعضها. طب احنا اجيالنا اصلا احنا بنقارن نفسنا كامهات بزمان، امهاتنا كانوا بيربونا ازاي؟ لا ده غلط، لا ده صح. حضرتك غصب عنك بتقولي بعض الحاجات اللي مامتك بتقوليها بنفس النبرات. صحيح. غصب عنك انت بتقوليها، بتسمعي نفسك كده ترجعي خطوه لورا، ايه ده، هو انا بقول الكلام ده؟ ده ماما كانت بتقولي انا الكلام ده. ايوه صح. يعني في ثوابت معينة، لا ما ينفعش ان انت تعلي صوتك وانت ماشية في الشارع لما يكون حد، يعني عارفة الثوابت الطبيعية بتاعت اي حد، واللي كانت موجودة يعني الكل يعني عارفها، يعني ما تحسيش نفسك غريبة حتى لو قلتيها لحد. دلوقتي مثلا في بعض الحاجات انا بشوفها، انا نفسي بستغربها جدا، يعني انا شوية حاجات بشوفها وبيجيلي المركز عندي ناس، ازاي انت بتعمل كده؟ الاب بيجيب لابنه التدخين ويقول له دخن، لا يقول لك طب ازاي انت بتعمل كده؟ يقول لك لما يدخن قدامي احسن ما يدخن من ورايا. طب ما الكلام ده، هو الكلام ده مش صح اصلا. فكل الحاجات دي كلها انت بقيتي في صراع، انت واولادك، هل انت اللي غلط ولا الناس هي اللي غلط؟ صح.
الصراع ده احنا كلنا بن بن يعني بنعاني منه, بنعاني منه فعلا. طب كيف نوازن كيف نوازن بين هذا الصراع, بين الاشياء اللي انا شايفاها انها مليون بالمئة صح وتربيت عليها, وبين ان انا اغير عقليتي علشان اتماشى مع التطور مع اولادي؟ يعني انا دايما اقول لابني او بنتي او اولادي في المركز, انا بقول لك ده غلط ليه او ده لا ليه. انا ما ينفعش ان انا اقول لابني مثلا طلب مني طلب معين فانا بقول له لا. ففي حاجات هي يعني الحاجات العرف والعادات والتقاليد والقرآن والسنة قال لا, فدي احنا مش محتاجين ان احنا دي ثوابت ما اقدرش ان انا اتكلم فيها. بس في حاجات تانية هو ممكن يطلبها, فانا اقول له مثلا انا عايز اشتري حاجة دي مثلا, فانا مش في امكانياتي في الفترة الحالية, فانا بقول لك لا, مش عشان انا بعنفك او ان انا اكون بضايقك او ان انا بخنق عليك او ان انا بضايقك ماشي, فانا بقول له لا عشان كذا, او ما ينفعش تخرج مع اصحابك دي لان في واحد صاحبك منهم انا مش حابب ان انت تتعامل معاه, فانا مش بقول له لا على كل حاجه. طيب اذا رد عليك قال لك ماما هذا وجهه نظرك انت, يعني انا اشوفه كويس مش صديقي مقتنع مثلاً. ايوه مش مقتنع انا, اصحابي كلهم بيروحوا وبيطلعوا عادي, ايش معنى ان تمنعني؟ انا لا مش انا ماليش, لا انا بعرف ابني انا مش زي حد, لو كل الناس بتعمل اخطاء لا انا هبدا بنفسي وان انا مش هعمل الغلط ده. تمام, فانا لازم. وبعدين هو مش مجرد شايف ان ايوه اذا هو مش شايف ان هو خطا, هو شايف انه تصرف طبيعي. عارفه يا سمر هقول لك على حاجه, هو ده مش هيجي بعد انت الحوار اللي انت بتقوليه ده في سن المراهقه. لو انا ربيت ابني ان انا في لغه حوار بيني وبين ابني منذ الصغر, ان انا بتكلم معاك واحنا بنتفق مع بعض في رولز احنا بنحطها وقواعد احنا بنحطها مع بعض في الكلام, بنتفق مع بعض هننزل نشتري, احنا بنتصاحب, احنا متصاحبين واحنا بنتكلم مع بعض خلاص, احنا متفقين ان احنا هنعمل الحاجه دي, احنا بنتشاور مع بعض, فطالما احنا فكرنا متقارب. انما فرق ده فرق بين الاب والام في الاجيال لما بيكونش في لغه حوار اصلا, فتلاقي المسافه بين الاب وهو بيتكلم وبين ابنه مفيش مسافه اصلا, تحس ان هو مش عارف ينزل لابنه لسنه ولا هو عارف يتكلم مع باباه. فالفكره كلها ان احنا بنقول النشأة والتنشئه من الصغر هي دي مهمه جدا. بنقول تكوين الشخصيه بتاعه الطفل بتتكون خلال الخمس سنين الاولى, بغض النظر عن الرولز نفسها, ان انا اخلي ابني ده حياته كلها منظمه, اوديه يلعب رياضه, ده كله بيخلي اطار حياته نفسها منظمه, ادور على موهبته, اشوف موهبته ايه, واحد بيحب يرسم, حد بيعرف يعزف, عنده القاء, بيحفظ, يعني انا اشوف الحاجه اللي هو بيحبها وبالتالي ان انا انميها, فهيبقى دلوقتي حياته نفسها حياته مليانه, حياته منظمه. انما للاسف احنا بنسيب اولادنا حياتهم فاضيه للموبايل. طبعا الموبايل زي ما بنقول ان في سلبيات, في ايجابيات, في سلبيات. طب السلبيات, هو انا اعرف اصلا المحتوى اللي ابني بيتفرج عليه ايه؟ طب الداتا نفسها اللي بتدخل لابني دي هي ايه الداتا دي؟ طب ثقافات مختلفه. طيب عايزه اقول لحضرتك على حاجه, احنا ممكن احنا في بلد واحده محافظات كتيره, كل بلد فينا في كل بلد او كل محافظه بيكون ليها عادات مختلفه. بالظبط كده. فانا ما ينفعش مثلا وانا مرتبطه مثلا بالمكان اللي انا الاطار اللي انا ماشيه عليه. طيب ابني دلوقتي بيبدا ان هو يتكلم معايا في مرحله المراهقه, بنبدا صوتنا بيبدا يعلى. ايوه اكيد. طيب انا فين النمذجه؟ احنا بنقول من اساليب التعديل السلوك انا عندي النمذجه, فين النموذج؟ لازم يكون عندي انا نموذج كويس, انا الطفل ده يحتذى بيه سواء الاب سواء الام. احنا دايما بنتكلم في الصراع الاوديبي, عقده اوديب والكترا, دايما البنت بتميل للاب شويه والولد بيميل للام, فاحنا الجزء ده طبعا لازم يكون الاب ده حد حازم. انا دايما اقول اربعه, حب وحنان وحزم وحسم, يعني انا مش بقول شده, ولكن هي في قواعد اساسيه لازم الطفل بيعرفها وبيلتزم بيها. انا مش بجبره ومش بقهره, انا مش بقول يضرب, انا مش بقول يعنف, ولكن في اساليب كتير من اساليب العقاب. تمام دكتوره, يعني في ناس بتحب تمشي بالمثاليه, وفي فعلا اسر مربيه بطريقه مثاليه جدا يعني, واللي برضه ماشيين بنظام انه في لغه حوار وما الى ذلك يعني, بس هل احيانا المثاليه الزايده بتكون مضرة على الطفل؟ هقول لك على حاجة, الطفل في بعض الأطفال بيتحولوا إلى آلة. تحسي طب أنا على فكرة أنا للطفل اللي بيجادل ده أنا بكون مبسوطة منه, لأن هو عنده رأي, هو بيحاول يثبت وجهة نظره وشخصية, فأنا حول الطريقة بتاعته دي. الفكرة كلها إن أنا بحول التكنيك بتاعه وهو بيتكلم, لكن الكاركتر بتاعه أنا ما أكسروش, أنا أحب أسمعه. طب ماشي قولي اللي عندك, قولي رأيك ويقنعني يقنعك,
بس يعني احنا بنتكلم اهو بس في رولز هو لازم يعرفها، هو عينه على الرولز دي. أيوة. ان انت ما تتخطاش. أيوة. اتكلم براحتك ولكن في حدود الادب. أيوة. صوتك ما يعلاش، ما ينفعش ان انت تعلي صوتك، ما ينفعش ان انت تنفعل، ما ينفعش ان انت يعني تتلفظ بالفاظ غير لبقة او تفرض رايك مثلا او تفرض رايك بطريقه عنيفه. أيوة. بس فانا اسمعه، لكن في بعض الاسر بتحاول تربي اولادها مثلا، وخصوصا في المجتمعات اللي هي شويه ايه الام بره عايشه بره مثلا بره مصر مثلا، فهي قافله على ابنها قوي. أيوة. خايفه عليه من كل حاجه، ما يكونش في اختلاط بين حطاه في برطمان ازاز وقافله عليه ومحدش عارف يتعامل معاه. طب احنا بقى نزلنا القاهره، نزلنا مصر، فبيبدا بقى ايه ده انا مش عارفه اتعامل مع اصحابي، فيبداوا يتنمروا عليه، يبداوا بقى انت مش عارف تتكلم، لا انت مش بتتكلم زينا، لا ماما ما قالتش كده، فيبدا ان هو طول الوقت هو بيفتكر ماما قالت له ايه. لا انا اديله مساحه من الحريه ومساحه من التفكير، وان انا ابدا ان هو يتعامل مع الاخر ازاي. انا ممكن اعمل معاه مسرحيه، احنا بنتكلم مع بعض مثلا، لو انا مثلا الطفل اللي هو عنده بيتعرض لتنمر مش عارف مثلا يتكلم والناس بتتريق عليه، يلا نعمل مسرحيه مع بعض سايكو دراما، بتبقى لطيفه جدا للاطفال اللي في الحالات اللي زي عندهم الخجل. كمان انا عندي الضغوط او مش بنقول المثاليه الزائده، ولكن انا ببقى خايف على الولد بزياده عن اللزوم، فلدرجه ان انا بعمله حاجات كتير. بعمله اضطرابات نفسيه زي اضطراب الخجل، زي رهاب اجتماعي او قلق اجتماعي. بيكون حاله خوف من الاب والام. يعني انا كنت ذكرت في المقدمه انه السوشيال ميديا والعالم الان يا دكتوره خلى فيه خوف مش طبيعي من كل اب وام على ابنه. صح. انه ياخذ افكار غير الافكار الصح حتى عن الدين. يعني السوشيال ميديا خلت كل واحد شكته في دينه وفي افكاره وفي معتقداته، طبعا الا يعني ما رحم ربي. فعشان كده ممكن يكون خوف من الاب والام، لكن احيانا ممكن يكون زياده. ما هو الخوف الخوف المرضي ده هو بيكون خوف مؤذي. انا كده انا بضره، مش بساعده، انا مش بديله سبورت، انا بجيب له بيحصل بعض الاضطرابات، بيجي لها خجل او اضطرابات زي اضطرابات القلق او اضطرابات زي اضطرابات الاكتئاب. ممكن بيبقى في سن صغير جدا اطفال بتكون عندها حالات من حالات الاكتئاب. الاكتئاب. طيب يا دكتورة كمان لو في بعض الأهالي أحيانا في المجتمعات العربية وأحيانا في المجتمعات الغربية بيكون إعطاء مسؤولية لابنه أو لبنته بشكل مفرط، يعني من بداية مثلا سن مبكر يبدأ الابن أو البنت يكون متحمل المسؤولية أكبر من سنه، من باب أنه أعطي التجربة وعشان يعرف يختار، فكمان ممكن تأثر سلبيا على الأبناء. انا دلوقتي عندي مسؤوليات لكل مرحله عمريه، يعني في برامج مثلا زي برنامج مثلا البورتج، برنامج البورتج ده بيحدد لي مثلا ايه المهام اللي الطفل في السن ده بيعملها. بيقول لي مثلا من سن سنتين لسن 3 سنين ان الولد بيرتب سريره، هدومه مثلا بيقلع هدومه مثلا ويرميها في باسكت الغسيل، هيساعد مامته وينشر معاها الغسيل، هيملى معاها الازايز، مهام بسيطه جدا، يحضر معاها السفره مناسبه لسنه. وبالتالي انا بتدرج في المهام لغايه ما يبقى في سن مثلا 15 سنه. طيب انا اقول بقى ان هو الولد ده ممكن يعتمد على الاسره واخليه ابني يطلع يشتغل، وده في بعض المجتمعات. أيوة. طيب ده بيعمل لي ايه؟ اولا بيأثر اثار سلبيه. صح. جدا على المثاليه الزايده هذه جدا والمسؤوليه الكبيره. انا بدي مسؤوليه لطفل. تمام. انا بدي مسؤوليه، بحمل مسؤوليه لطفل، وده ما ينفعش. صحيح. يعني في بعض الـ يعني زي ما ذكرتي الدكتوره، يعني الاسر تضطر يعني تكون مضطره، وفي بعض المجتمعات يكون الشرقيه يكون انه جزء من بناء الشخصيه للولد. هي فكره بتيجي يعني للام بالذات. او الاب، انا بخلي ابني يشتغل. وعلى فكره في ناس مش بتبقى يعني ماديا هي مش محتاجه ان هي ابنها، ولكن هي طريقه تفكير معينه، ان انا او مثلا اب مثلا هو ولد وحيد على مثلا 3 4 بنات او 5 بنات، فهو متخيل ان هو كل ما بيعنف الولد اكتر كل ما بيزعله اكتر، كل يقولك علشان يجمد وعشان يخشن وعشان يبقى قوي وعلشان هو بالعكس، ده ولد جواه طفل جبان، ولد جواه طفل متنمر، ولد جواه طفل خايف. هو لو اديتيله الفرصه بس ان هو يعني يطلع بره او مساحه من الحريه هتلاقيه انحرف تماما، وبيحصل كتير انحرافات بسبب ال. ايوه. طيب يا دكتور عندك في المركز مثلا لما بيكون في اهالي او حتى مراهقين يعني بيجوكي في المركز، ايش اكثر المشاكل او الاضطرابات اللي بيعاني منها المراهقين؟
هو دايما بيجي لي ان دايما فرق الاجيال، دايما تيجي لي تقول لي البنوته وخاصه البنات يعني ماما مش بتسمعني، ماما بتقول لي لا وخلاص، ماما مش بتتكلم معايا، ماما مش بتحضني. طب انا يا ماما انا محتاجه سبورت منك. الولد بابا بيزعلي كتير، انت بتخرج بره كتير، بندي اوامر 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 طول الوقت، بندي اوامر. اعراض اكتئاب كتير جدا في حالات المراهقه، اكتئاب كتير جدا، وخصوصا مرحله المراهقه دي هي طفره بتحصل للولد، تغيرات انفعاليه ومزاجيه وسمات الشخصيه نفسها بتتغير. فانا في الفتره دي انا محتاجه ان انا احتوي الولد او احتوي البنت، ابدا ان انا اتكلم معاهم زي ما قلت لحضرتك، ان انا ادخل معاهم انزل لدماغهم ولكن في حدود الاحترام، مش هنزل معاهم بقى ان انا خلاص الدنيا. طب لو عدينا المرحله يا دكتوره مثلا، يعني عدت فتره المراهقه والاب والام كانوا بيتصرفوا بطريقه خاطئه مثلا وتاثروا الابناء، ممكن يعني سهله ان في فرصه في امل ان ده كله ان شاء الله يتحسن. طيب كيف يا دكتوره؟ أيوة يعني اشرحي لنا كيف اعرف مثلا انه بنتي او ابني اتاثر فعلا من معاملتي او من الاهمال او من المثاليه الزياده، وبعد كده ايش اللي ممكن الاحظ على من رد فعله على ابنائي، وكيف ممكن اعالج الموضوع؟ انا من رد فعله معايا انا، هو بيوريني المرايه اللي انا ما كنتش شايفاها، انا شفت في المرايه الحاجات اللي انا عملتها فيه، هو بيبعتها لي تاني. تمام. فانا اقول له انا وانا صغير وانت صغير انا كنت بزعلك، بحاول ان انا اعالج، بس انا محتاج برضو حد يعني سيرابي طبعا ان هو يتدخل في الجزء ده. يعني لازم اعترف، لازم اعترف ان انا غلطت في الموضوع، انا غلطت معاك، انا خفت عليك، بس انا الطريقه اللي انا قلت لك بيها دي غلط. هي كانت طريقه غلط. فانت انا عملت كده عشان مصلحتك، بس صدقني انا مش قصدي المسج اللي وصلتك دي، بالعكس انا بحبك، انا بخاف عليك، انت احسن حد في الدنيا، كل الكلام والدعم النفسي ده مهم جدا جدا لاي شخص. يعني انت تخيلي مثلا النهارده شيرين حد بيقول لك ايه اللون الاورنج القمر ده، انت شكلك حلو قوي النهارده، تخيلي بقى انت الدوبامين يعلى عندك. انا الان انبسطت يعني، وانت تقولي مثلا بجد انا انبسطت. فالدوبامين في ثانيه يعلى عندك، هرمون السعاده يعلى عندك، تلاقي نفسك المود كله حلو وجميل. فما بالك ابنك الصغير لما تقولوا انت شاطر وتحفزيه، سواء في المستوى الدراسي، لا انت شاطر، طب انا النهارده اخفقت، بمناسبه بقى المجاميع والنتائج اللي ظهرت، ابني اخفق في مواد معينه فهو زعلان، لا اقول له خلاص انت ان شاء الله باذن الله السنه الجايه هتذاكر وتشتغل على نفسك اكتر وتبقى كويس، ممكن ادي لك كورس مثلا في الماده اللي يبقى فيها خلل معين دي في السمر كورس بتاعنا في الصيف، ويبدا ان هو يحفز، ده انا انت حبيبي انا بحبك ايا كان اللي انت نتيجتك، انا حبك على وضعك وانا حبك. ايوه، بس بدون شروط. بدون شروط بالظبط. طب ثقافه الاعتذار يا دكتوره، انا بشوف ان اغلب الاهالي يعني اذا ما كانش الكل، ثقافه الاعتذار شيء مش متاحة. يعني بشوف انه في اهالي صعب اعتذر لابني، ممكن يفهم اعتذاري غلط، ضعف شخصيتي انه، فبشوف انه يعني بالعكس انا لما بعتذر له هو انا بعلمه ثقافة الاعتذار اصلا. مش ليه بس او مش ليه انا بس، هو الكونسبت نفسه هو يبقى موجود في حياته، ان هو بيعرف يعتذر، ان هو شخص قادر على المسؤولية او قادر على مواجهة مشكلاته وبيعرف يعتذر. طب يا دكتورة كيف نوازن بين، مش لازم ان انا اقول له انا اسف ويعني هي يعني في طريقة يعني اكيد تناسب يعني. يعني اقصد هنا يعني كيف ممكن الواحد يوازن بين انه يكون مثلا ام او اب يقول انا اسف بطريقة كويسة، وبنفس الوقت يعني ما يحسسش الطفل انه غلط، يعني برضو كمان هو قدوة، هو حاسس نفسه انه قدوة، فكيف انا اعترف ان انا غلط؟ مو انا لازم اعترف يعني ان هو انا غلطان، هل بيشوف ان انا ارتكب اخطاء؟ يعني هنا فاهمه فيكون حوار مع هو النفس البشريه دي طبيعه فيها الثواب والعقاب، الخطا والصواب. تمام. فطبيعي جدا انا بشر، فطبيعي ان انا اخطا، وهو فاهم ان انا بغلط، هو برضه هو بيشوفني في بعض المواقف باخطئ في مواقف معينه، انت اكيد معايا. يعني ممكن مثلا انا نايمه مثلا ومش عايزه ارد على التليفون، فيا فلان قول لي طنط انا ماما مش هنا، طب ما هو شاف مني ان انا اخطات، واكيد حاجات قيسي على دي حاجات كتير جدا، صح كده؟ طيب انا دلوقتي قلت له حبيبي حقك عليا، انا مش قصدي، انا انت حاسه ان هي تقيله عليكي مثلا ان انت تقولي كلمه اسف، لا انا هقول ما تزعلش حبيبي انا مش قصدي، بس انت غلطت في كذا في كذا 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 كذا، اقول له انا بعتذر على ايه؟
أيوة. انا بعتذر على الاسلوب أيوة. مش على الموضوع ككل بس ايوه بس صح. في الموقف يعني اه بالظبط. طيب يا دكتورة دينا نصيحة كذا يعني للأهالي، أنا عارفة أنه كثير من الأهالي خاصة يعني في بداية حياتهم بيكون الموضوع بيشوف أنه الموضوع سهل وبسيط، لكن التربية يعني في هذه الأيام في هذا الوقت أعتقد أنها من أصعب المهام اللي ممكن يعني تكون عند أي أب وأم، عشان فعلا يواجهوا التغيير اللي حاصل والتكنولوجيا والآراء اللي تغيرت، حتى المراهقين تغيروا عن أيام زمان. يعني إحنا على أيامنا كانت غير الآن والسن أيوة. طريقة الكلام وطريقة التفكير اختلفت يعني أقنن بقى يعني أقنن يعني ابني قاعد على السوشيال ميديا موريني كده انت بتتفرج عليه، مش لازم ان انا بقولها له بطريقه عنيفه شويه بس انا شايفه ان انت اللي انت المحتوى اللي انت بتتفرج عليه ده مش حلو، طب ايه رايك اديله بدائل بقى في كذا وفي كذا وفي كذا، ايه رايك؟ فاهمه قصدي؟ ان انا احول له مساره اديله بدائل، ما ينفعش ان انا افرض عليه حاجه معينه تمام، بس انا برضو لازم اعرفه ان المحتويات دي هي مش حلوه، انت شايف ان هي طب هي علمتك حاجه، طب قول لي كده حاجه انت اتعلمتها من اللي انت بتتفرج عليه ده، ده حاجه. الحاجه الثانيه الثبات على الموقف، انا ما ينفعش ان انا اقول لابني ده غلط في موقف معين وبعد شويه اقول له انا مودي النهارده حلو فاقول له خلاص بقى اروح شوف انت رايح فين النهارده مبسوط، لا ما ينفعش. ايوه صح الثبات، ولازم الاب والام الاراء بتاعتهم تكون واحده، يعني لو الاب قال لا الام طب لا. ماشي اللي بابا أيوة. شايفه لكن اللي بيحصل يكون الاختلاف بينهم وبين بعض مش امام، لكن احنا قدام الولاد لازم كلنا نكون راينا واحد يعني. بس دكتورة دينا مصطفى استشاري نفسي وتربوي كنت معنا، شكرا لك يا دكتورة وشكرا لنصائحك اللي ان شاء الله يكونوا المشاهدين استفادوا منها. شكرا لك. مشاهدينا خلينا ناخذكم لفاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا وصباحنا، خليكم معنا. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا، نبدأ جولتنا حول العالم من الصين وتحديدا من جسر آي تشاي المعلق اللي بيعد طريق فوق السحاب، وبيقع الجسر في مدينة جيشو بمقاطعة هونان الصينية، وبيلعب دور في التنقل باعتباره مركز الربط بين مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي. صحيح، ويعد جسر آي تشاي تحفة معمارية شاهدة على قدرة وتقدم الصينيين التغلب بنائه على الصعوبات والظروف التضاريس القاسية ليصبح معجزة للمواصلات في الصين. يشهد الجسر المعجزة عدد كبير من الزوار والمركبات كل يوم، ويبلغ طوله الإجمالي نحو كيلومترين، وتصل سرعته التصميمية لـ80 كيلومتر في الساعة، وبيلعب دور محوري في اختصار الوقت 16 ساعة إلى 8 ساعات فقط. قصة أخرى، موضوع آخر يعني يكون هو إيش؟ البطل أيوة. مسن كويتي نجح في اختبار صعب لأحد المسابقات، لكن المنظمين اللي في المسابقة رفضوا أنه بيمنحوا الجائزة. القصة كما وردت في وكالات الأنباء تقول أنه مسن كويتي خطف الأضواء بعدما نجح في سحب سبيكة ذهب ثقيلة من داخل الصندوق الزجاجي ذي الفتحة الضيقة في اللعبة الشهيرة عالميا، قبل أن يفاجئه المنظمون بعدم أحقيته بالفوز بهذه الجائزة. وأظهر مقطع الفيديو الرجل بيتحدث باللهجة الكويتية برفقة عدد من النساء ويحاول سحب السبيكة من الصندوق بإتقان وهدوء وتشجيع، قبل ما ينجح بعد أكثر من محاولة من سحبها بالفعل خارج الصندوق، لكن الرجل لم يفز بالسبيكة كما هو متوقع، حيث خصص منظمو اللعبة التابعون لإحدى الشركات الذهب المسابقة للنساء فقط، لكن ذلك لم يجنبها الانتقادات بعد تناقل فيديو لنجاح الرجل في سحب السبيكة في مواقع التواصل الاجتماعي. تخيلي بعد كل هذه المحاولات وفي الاخر انه المسابقه للنساء مش يعني هذا دليل انه احيانا المسابقات بتكون يعني مش حقيقيه، واحيانا بس الناس ايوه لانه بيكونوا عارفين انه ما حدش هيحاول يوصل، واذا يعني هم حتى المنظمين لما شافوا انه فعلا قدر وفاز كان فيها خلص يعني فاجوا جابوا العذار انه لا مش انت لا النساء الهديه تستاهل بصراحه.
ومن الكويت مشاهدينا للسعودية، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية برئاسة الحرمين عن صدور الموافقة الملكية بتولي الدكتور ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام بإلقاء الخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام. الله يبلغنا هذاك اليوم إن شاء الله بإذن الله. يعد فضيلة الدكتور ماهر المعيقلي حافظا للقرآن الكريم، ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة، وتخرج منها معلما لمادة الرياضيات، وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلما، ثم أصبح موجها طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة، وحصل على درجة الماجستير في سنة 1425 هجرية في كلية الشريعة بقسم الفقه من جامعة أم القرى، ثم حصل بعدها على درجة الدكتوراه في التفسير سنة 1432، ونال كمان درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1434. طبعا بالمناسبة كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله يبلغنا يوم عرفة بإذن الله. مين يا رب. طبعا اليوم اللي فعلا كل المسلمين بيكون انظارهم واهتمامهم كلها الى مكه، كل الحاضرين يعني هناك الله يكتب لهم حج مبرور ان شاء الله ويحفظهم طبعا، والناس اللي مش قادره تروح طبعا الدعاء يعني عايشوا الدعاء من الصبح كذا معاهم في التلفزيون. الى قصه غريبه حدثت في الولايات المتحده الامريكيه، حيث عثرت سيده امريكيه على رجل يختبئ داخل غرفة نومها منذ 4 أشهر. وفقا لما ذكرته المواقع الإخبارية، وظهرت السيدة في مقاطع فيديو على تيك توك تروي تجربتها المروعة داخل منزلها مع طفليها وهذا الغريب، وقالت أنها كانت بتقيم في منزل عائلتها بدل من منزلها لمساعدتها في رعاية أطفالها الصغار، وبعد عودتها للمنزل في يوم من الأيام بعد الإقامة في منزل والديها اكتشفت وجود رجل مختبئ تحت السرير. في البداية وفقا للسيدة تجاهلت الأصوات الغريبة مرجحة أن مصدرها ربما غزو القوارض لمنزلها، لكنها عندما نظرت تحت السرير رأت الجنز الأزرق وجوارب سوداء، فصرخت وفرت خارج المنزل وأبلغت السيدة الشرطة. تبين أن الغريب دخل منزلها منذ فترة طويلة وكان مستمتعا بمرافق المنزل وألعاب الأطفال، عايش حياته. الحياة عندهم بسيطة وسهلة، عادي يدخل البيت ويعني ويعيش معهم. كان مضطر، كان مشرد، كان كذا، وشاف البيت فاضي وهي مش موجودة عند أهلها، وبيتهم سهلة أنت تدخليها وسهل تتعاملي فيها عادي. للجزائر كمان مشاهدينا قصة غريبة، نجح أطباء جزائريون في استخراج 20 مسمار ومجموعة من الأسلاك المعدنية من بطن مريض ابتلاها على مراحل مختلفة طبعا بسبب إصابته باضطرابات نفسية، وتمكنوا من إنقاذ حياته في حادثة أثارت الكثير من الاستغراب. صحيح، يعني يعني أكيد زي ما قلت أكيد إنسان مضطرب يعني، ولا ما بيعملش كده بنفسه. وقعت الحادثة في ولاية سكيدة شرق الجزائر، وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية بالمستشفى المحلي، وهذه العملية طبعا نادرة وفريدة من نوعها، تم على إثرها إخراج مسامير وأسلاك معدنية مع الأسف. وبحسب ما طبعا تم ذكره أو ذكرته إدارة المؤسسة الاستشفائية والدكتور عبد الرازق، أن العملية الجراحية المعقدة استغرقت أكثر من 6 ساعات كاملة من التدخل الجراحي، ونجحوا طبعا في إخراج المسامير المعدنية والأسلاك اللي ظلت عالقة في الأمعاء الدقيقة والغليظة للمريض. يعني إحنا كنا صغار كان ممكن نبلع يعني أشياء كذا، لكن 20 مسمار 20 مسمار يا مؤمن يعني يدوب لو بلعنا اللبان كذا وخلاص بطنك ترتبك واليوم يعني كله يكون صعب، فما بالك 20 مسمار. بس يعني عادي في اضطرابات نفسية، فالمهم بعد العملية إيش هيصير معي يعني، هيرجع من جديد يمكن، وربما لا يعني على حسب ممكن. طيب خلينا مشاهدينا ناخذكم لفاصل قصير ونرجع نكمل صباحنا واخبارنا ومواضيعنا كثيره، خليكم يعني معنا. والنحل عانق زهور البساتين يعشق النحال.
طبعا مشاهدينا بدأ الصيف وجولة الفسح والاستمتاع بالبحر طبعا بدأت، لكن هذا دائما بيدفعنا للسؤال انه كيف نستمتع بالصيف والبحر، لكن طبعا من غير المشاكل والاحداث اللي بتحصل، لانه لازم يكون في تعليمات وارشادات خاصة للاطفال في نزول البحر. صحيح، التعليمات والارشادات اللي بنلتزم فيها، وكيف اعرف الارشادات هذه والتعليمات خاصة بنزول البحر في المصايف، هذا اللي بيكلمنا عليه ضيفنا عبر الزوم الدكتور أحمد عز الدين، مدرب السباحة وخبير الإنقاذ في القاهرة، عبر الهاتف معنا. يسعد صباحك. أهلاً بحضرتك. أهلاً. دكتور، بداية يعني كيف ترى سلوكيات بعض الشباب؟ أحياناً في تهور كذا لما ينزلوا يسبحوا وينزلوا البحر في المصيف، وأكيد بيترتب عليها تعرضهم لكثير من المخاطر. بصي طبعاً كلها دي الاجواء بتاعت البلاد كلها عموما، بتروح المصايف في البلاد تنزل بحر، سواء في يعني ايا كان بقى البلد اللي موجود فيها والمصيف المشهور بتاعها، لازم طبعا يكون في تعليمات نتبعها عشان خاطر مش كل الناس بتعرف تعوم، مش كل الناس بتعرف تنقذ نفسها من الغريق. فطبعا اللي رايحين مصيف سواء اسر او افراد او شباب، المصيف اكيد بيكون فيه تعليمات، دي اول حاجه لازم نتبعها. بيكون في هناك منقذين موجودين، سواء على حمامات السباحه او سواء على البحر او سواء على المكان اللي هينزلوا فيه. لازم يسالوا يشوفوا الاماكن العميقه فين، يسالوا يشوفوا الاماكن اللي فيها غرض فين، طرق النجاه فين، العلامات الموجوده او الارشادات الخاصه بالاحمر او بالدين الاصفر، او هم بيبقوا مراقبين الاماكن الغريب، يعني مثلا حد مثلا المنطقه اللي فيها ارض دي باللون الاصفر، بعد كده المنطقه مثلا الغريب دي باللون الاحمر ما تقربش منها، لازم يسمع الكلام. والشباب اللي هم بيبقوا مجموعات الشباب اللي طالعه مع بعض، دي بتبقى بقى اللي هو ايه؟ نزوات الشباب بقى، مين بقى هيسبق اكتر؟ مين هيسبق اكتر؟ صح. فبيحصل هنا حالات الغيره بتحصل من النقطه دي. عدم القفز او نزول البحر من اماكن عاليه، بيبقى في مثلا في وسط الشواطئ سلالم، دي بتبقى خاصه للمنقذين، ما يجيليش فكره او يخطر في بالي اللي هو انا هطلع فوق اعمل ستارت فانزل براسي، يكون في احجار تحت او في ارض قريبه اربط فيها. برضه مطلوب مني قبل ما اروح المصايف او البحر ان انا على الاقل اتعلم المهارات الاساسيه لان انا انقذ نفسي، يعني على الاقل اعرف اقف عجله، اعرف انام على ظهري لو حصل حاله غرق ولا حاجه. ايوه كمان يا دكتور احمد، دايما كنا نسمع انه في يعني البعض يعني لما بيكون في حاله الغرق احيانا في حركات عشوائيه ممكن لا قدر الله يعني تزيد من غرقه، مش بتساعد على نجاته يعني. بصي الحركات العشوائيه دي عشان هو عدم علمه بازاي ينقذ نفسه. والله انت لو سبت نفسك فيها هي هتشيلك لوحدك على ظهرك، بس هو مش عارف كده. الغريب بيقول لك بيتعلم الشاي، دي حقيقه فعلا، هو بيقعد يغرق، هو بيقعد يشرب ميه مالحه، هو مش عارف هو يعمل ايه، فبيقعد يطبش في الميه وخلاص، هو مش عارف ينقذ نفسه ازاي. انما لو يعني مثلا خد كورس 8 تمرينات او حاجه عند دكتور السباحه، او على الاقل يعني اقل حاجه خالص 8 تمرينات، ازاي لو حصل حاله غرق يعرف على الاقل ينقذ نفسه. ما كانش لازم طبعا نسال المنقذين، نلبس سترة نجاة، يعني مثلا انا ما بعرفش اقوم وعايز اروح البحر ونفسي انزل وفي مكان غريب وراكب مركب مثلا وطلعنا نصطاد، على الاقل البس سترة النجاة من خلال المركب، ده لازم، ده اساس، او الاطواق الموجوده في المركب، يعني مثلا بيبقى في اطواق نجاة البسها وانزل. ايوه يعني ما افتحش بقى صدري وانزل في المركب، لا طبعا هيحصل حاله غرق طبعا. دكتور احمد، يعني اوقات يعني الناس بتطلع تغير جو وتصيف كذا وتشوف اي منطقه ممكن تكون فاضيه او شاطئ كذا يحبوا يجلسوا فيه لحالهم بالاسر وكذا، يعني كيف اعرف ممكن انه هذا الشاطئ يصلح اسبح فيه او ما يصلحش اسبح فيه لمسافه طويله؟ بصي دلوقتي الشواطئ اللي هي ما فيش شواطئ دلوقتي عشوائيه موجوده مش عليها منقذين، يعني كل الاماكن دلوقتي حالات الغرق كترت الفتره الاخيره، فنبهوا دلوقتي ان اي شاطئ موجود لازم يكون عليه منقذين، والمنقذين دول بيقوموا بتحديد الشاطئ،
يعني مثلا انت بيحطوا احبال، دي الاحبال الخاصه بالتوقيع بتاعه الافراد اللي ما بيعملوش يوم، بعد كده دي الاحبال الخاصه بمنطقه الغريب ما تخشش هنا لما تكون بتعرف تقوم، بعد كده بيكون في احبال ما ينفعش تعديها سواء بتعرف تقوم او ما بتعرفش تقوم، لان ده بحر في النهايه انت الموج ممكن في اي لحظه يعني البحر يتقلب، الموج بتاعه يعلى مد وجزر، انت ما تعرفيش ايه الحاله الطقس بتاعت البحر بتاعت اليوم ده. فانا بنصح الافراد والاسر لو البحر ما لهوش منقذين حتى لو بتعرف تقوم ما تروح، بلاش تنزله بلاش تنزله الا اذا في وضوح شديد جدا لاماكن النزول، ان هو انت شايف رب الاسره شايف ان ان الحته دي فيها ارضيه وينفع اقف فيها او متعارف عليها ما بين المنطقه بتاعت البلد نفسها، حتى لو يعني مثلا بيبقى في مثلا زي مثلا شاطئ او اللي هي الاماكن السياحيه ما بقاش فيها منقذين، بس متعارف في الشط ان ده اماكن النزول، لان ساعات بيحصل ان بيبقى في اماكن ارضيه وبتمشي على ارض عادي جدا وبتفضل ماشيه فتره كبيره قوي، ومره واحده يحصل حاجه زي المد والجزر بيبقى فيه ارتفاع في الميه ما تعرفش ترجعي تاني. ايوه صحيح. وانا بنصح عدم النزول لما يكون فيه منقذين او ارشادات موجوده على البحر، ما فيش يعني انا ما انصحش ان هو يجازف وينزل بالاسره بتاعته خصوصا ان بيبقى فيها اولاد صغيرين وكده. صحيح. ايوه طيب يا دكتور احمد، ما فيش مسافه مثلا معينه في حاله انه ما كانش في منقذين مثلا، يعني الاب والام او حتى اللي حابب انه ينزل البحر يعني مثلا يشوفها فيكون في المسافه الامنه يعني؟ بصي المسافه الامنه بالنسبه للبحر متغيره، اما بالنسبه لحمامات السباحه هي معروفه، يعني لو الاسره بتنزل في حمام سباحه معروف ده ارض ودي متوسط وده منطقه دي غريبه ضحمه، المايه ما بتتغيرش، اما البحر ملوش يعني ملوش اساسيات، زي ما بقول لحضرتك في اي لحظه يمكن يحصل مد وجزر، المايه تعلى في الاماكن اللي فيها ارضيه فبيحصل حالات الغرق بالشكل ده، وانت ماشيه في الاماكن دي ممكن تلاقي في حفر في قلب البحر موجوده، يعني حفر يعني انت مثلا انت بعد الحفره أيوة. دي في مكان في ارض، قبل الحفره في مكان في ارض، الحفره نفسها عميقه على الطفل فبيحصل حاله غرق، بالنسبه للاب بيبقى قاعد مطمن فوق ان هو ان دي المنطقه كلها ارض، لا البحر مبقاش انت شايف ايه تحت بالارض فبيحصل حالات غرق في بعض الحفر دي بالشكل ده، فانا بنصح عدم نزول البحر الا في وجود منقذين واماكن محدوده ومرسومه هم بيبقوا رسمينها بحبال لأماكن النزول. ايوه شكرا دكتور احمد عز الدين مدرب سباحه وخبير انقاذ، كنت معنا من القاهره، شكرا لك يا دكتور ونتمنى السلامه للجميع يا رب. مكملين معكم مشاهدينا مواضيعنا، والكثير منا يلجأ لنظام الكيتو دايت وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ويركز على تناول السعرات الحرارية من البروتين ومن الدهون وليس الكثير من الكربوهيدرات للتخلص من الوزن بسرعة وتحسين عملية التمثيل الغذائي لديهم. لكن تكديس البروتين والاستغناء عن الكربوهيدرات يمكن أن يكون لهم جانب سلبي خطير طبعا، وفقا لدراسة جديدة أفاد فيها باحثون في مجلة ساينس العلمية الأمريكية، قالت أنه الفئران اللي تغذت على نوع معين من النظام الغذائي اللي هو الكيتو تراكمت لديها ما يسمى بالخلايا الهرمة وقد تكون خطر على الصحة، وهو طبعا اللي هنتكلم عنه مع ضيفتنا عبر الزوم دكتورة أميرة فاروق اختصاصي التغذية من القاهرة. يسعد صباحك يا دكتورة. يسعد صباحك جميلة. صباح المشاهدين. طيب طبعا يا دكتورة بنسمع كثير عن نظام الكيتو، الكيتو انتشر في الفترة الأخيرة طبعا وأنظمة كثيرة، لكن تحديدا عن الكيتو، فهل اتباع نظام الكيتو دايت هو خطر؟ هو الكيتو نظام هايل في انقاص الوزن وإحساس بالشبع، ولأن بيدي طاقة كمان بالإحساس، بيدي الدهون بتدي طاقة، لكن هو عيوبه إنه بيعلي اليوريك أسيد فبيسبب نقرس، وطبعا الدهون كمان بتسبب أمراض قلب،
الكيتو يصلح كنظام غذائي لوجبة الفطار، يعني احنا لازم نفطر كيتو وبعدين نرجع تاني نعمل صيام متقطع، لأن الكيتو بينزل الوزن فعلا، لكن أعراضه كتيرة جدا جدا جدا. الأعراض اللي بتظهر على الجسم بعد ما حد بيتابعه على فترة طويلة، احنا بقى طبعا المفروض يعني نكون عارفين ان ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم بسبب الكيتو، حمض اليورك بسبب الكيتو، النقرس بسبب الكيتو، الناس اللي عندها قابلية لأمراض الكلى والكبد برضو الكيتو ممكن يأذيهم، لكن احنا ممكن نستغنى عنه بالصيام المتقطع، واليوم كله يبقى خدنا الكيتو الصبح. الكيتو في بداية اليوم مفيد جدا، لكن مش كل اليوم ولا كل الحياة. طب يعني في البداية دكتور كده على الإفطار، أنت ذكرتي أنه يكون كيتو، طب يعني وجبة الإفطار تحتوي على إيش هي العناصر اللي تحتوي عليها وجبة الإفطار؟ بروتين ودهون، دهون صحية طبعا، أنا نفسي يبقى في وعي ونعرف يعني إيه دهون صحية، زيت جوز الهند، زيت زيتون، زيت حار، أفوكادو، زيت أفوكادو أو أفوكادو بس، أو فول بزيت زيتون، ويفضل يكون معانا دهون وبيض اللي هو البروتين وشوية وأي ألياف. طبعا أنا كنت هنسى أقول لك إن من أهم أخطار الكيتو إنه بيحرمنا من الألياف، وكتير قوي ممنوع خضار وفاكهة في الكيتو، والفاكهة والخضار دول مهمين علشان إحنا بيدونا بروبيوتيك اللي ايوه هي البكتيريا النافعة للجسم. طيب يا دكتورة، البعض كمان يقول انه نظام الكيتو دايت بيأثر برضه على الأعصاب، يعني ايش حقيقة الموضوع ده؟ هل فعلا الأنسجة في الأعصاب بتتأثر من هذا النظام؟ بعد في اللونج تيرم مع الوقت طويل بيأثر فعلا على الأعصاب، وبعد وقت طويل، لكن أثناء يعني في بداية الناس لما بتعمل الكيتو دايت بتلاقي بشرة صافية، وبتلاقي يقظة، وبتلاقي تركيز، وبتلاقي ميزة فظيعة جدا إن هو بيعمل انخفاض في السكر في الدم، وطبعا لأنه مفيش أي نشويات فطبيعي مفيش انخفاض في السكر في الدم. لكن برضه على الجانب الآخر زي ما قلت لحضرتك قبل كده، إنه فعلا بيعلي مستويات اليوريك أسيد، الأملاح، لأن أنت معتمدة على لحمة ولحمة وفراخ، بروتين يعني ودهون بس، قليل جدا من الخضار والفاكهة. طب ايش هي المدة المعينة يا دكتورة أميرة لأي نظام غذائي؟ يعني إذا كان الكيتو أو أي نظام آخر، المدة المسموح فيها؟ حتى الآن هم العلماء تعبوا وعملوا مجهود كبير علشان بس ينقصوا الوزن، لكن بالنسبة للصحة العامة هم يعني ما اهتموش بالصحة العامة بعد اتباع أي نظام حمية غذائي. غذائية. أيوة وبالتالي احنا بقى اللي لازم يبقى عندنا وعي ونعرف انك المفروض نتبع الحمية الغذائية دي بالست مايند بتاعنا، يعني بالعقلية بتاعتنا، انك الصبح محتاج طاقة ومحتاج بروتين وطاقة وإحساس بالشبع. البروتين والدهون بيدونا إحساس بالشبع طيب في بداية اليوم، وممكن نستغنى بقى يعني نات أي مكسرات، أي فول سوداني، أي بذور بتدينا طاقة وزيوت صحية. لكن أنا حتى الآن بعد كل الدراسات الغي، حتى الآن لم يثبت إن في نظام غذائي كان صيام متقطع أو كيتو أو غيره يقدر، أو قرطاي مثلا، أو يعني كل الأنظمة ظهرت فيها عيوب. طيب دكتورة أميرة، يعني إذا كان الكيتو فعلا كويس وينزل الوزن بطريقة سريعة والناس كلها محتاجة نتائج سريعة، وبنفس الوقت في له أعراض، كيف ممكن إنه أحافظ على التوازن؟ يعني الآن مثلا هل ممكن الإنسان فيما بعد وجبة الإفطار تكون كيتو، بعدها يأكل كل حاجة ويحافظ على جسمه بنفس الوقت؟ هي فكرة كل حاجة دي هي مهمة جدا، انك الكيتو مناسب مع ان احنا نقلل في الكالوريز ونزود في الكالوريز اللي احنا هنقللها دي. الياف، الالياف دي مهمة لانها بتمد الجسم بالبروبيوتيك، البروبيوتيك ده مهم جدا لجهازنا الهضمي، لجهازنا المناعي،
فنبقى ملاحظ يعني واحنا بنتبع ان احنا ناكل بروتين ودهون صحية، لازم يكون جنبها الياف، اللي هي اسهل ما يكون ان الانسان يتحكم في جسمه ويتحكم في، بس نبقى عندنا قواعد احنا عايزين ايه من الغذاء، عايزين منه طاقة بس او ولا طاقة وصحة، ايوه عايزين طاقة وصحة وحماية من الأمراض. والله يا دكتورة، واحنا هدفنا ان احنا ننحف يا دكتورة في اسرع بس وقت يعني، وان احنا ناكل كل شيء احنا حابينه من غير ما نتخن كيلو واحد، كلنا طبعا فيعني كلنا نفسنا صعبة. متأكدة طبعا. دكتور بس احنا كل ما هنزود ألياف وخضار وفاكهة، كل ما بإذن الله يعني احنا نبقى ألياف خضار فاكهة دهون صحية. دهون صحية هقولها تاني: زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت حار، سمنة بلدي، بس نمتنع تماما عن الزيوت المهدرجة، لأن الزيوت المهدرجة يعني قال فيها كلام كتير، ايوه مقليات. هو فكرة إن احنا نمتنع تماما دي فكرة يعني هي كانت تقول مش حقيقية، اكيد طبعا لكن لكن احنا يعني الإنسان يبقى بصير وعالم بنفسه. لو اكيد كلت قطعة ما كررهاش في الغداء، ما هو الثلاث وجبات ما ينفعش ابقى عاملاهم فري. صح، على الاقل وجبة واحدة يعني. بالظبط. نوعية الأكل، نوعية الأكل حاجة مهمة جدا، على الأقل لخبطت في الصبح مش هلخبط طول اليوم. ايوه بالضبط صح. كلت مقلي النهاردة مش لازم أكرر بكرة مقليات. وجود الألياف، وجود الألياف في الأكل اللي هو خس، خيار، خضرة، طماطم، وجود الألياف والفاكهة في الأكل بيسهل عملية الامتصاص، وبيسهل إن وسهل الإخراج. فنتخلص. ومشروبات، لازم نشرب مشروبات دافية، نحط في نظامنا الغذائي خل التفاح العضوي، نحط في نظامنا الغذائي الشاي الأخضر، نحط في نظامنا الغذائي أعشاب كتير، ايوه بتسهل عملية الامتصاص، وبيبقى ما عندكيش إمساك، فجهازك الهضمي شغال وسليم. صح. دكتورة أميرة فاروق اختصاصي تغذية كنت معانا، شكرا لك يا دكتورة، يسعد صباحك. يسعد صباحك يا حبيبتي، مش كده قوي. وصلنا مشاهدينا لفقرة حكاية الصباح اللي دايما بيكون فيها قصة يمنية ملهمة بتنقل خبراتها والأشياء اللي مرت فيها من صعوبات ومراحل وأحلام وأشياء كثيرة لحد ما وصلت معانا لهذه اللحظة طبعا. وأحيانا بتكون القصص أو يمكن الكل بتكون ملهمة للآخرين. صحيح. اليوم عندنا سمر قصة جميلة، بطلها مبدع يمني من صناع المحتوى الهادف، والذي بيقدم عبر السوشيال ميديا مقاطع حلوة وبطريقة كوميدية، لكن فيها خلاصة التجارب اللي مر فيها أو سمعها أو شافها من الناس. نرحب بضيفنا في الاستوديو أكرم عقلان، صانع محتوى. يسعد صباحك يا أكرم. يسعد صباحكم جميعا، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبقيك، وأنا سعد جدا بشوفتكم اليوم، وشكرا للقناة وعلى الاستضافة. وإحنا سعداء أكثر يعني. الله يسعدكم. حابين نعرف عنك أكثر يا أكرم. من أي ناحية؟ يعني بداية الفكرة، بداية يعني دخولك دخولك عالم في السوشيال عالم ميديا. السوشيال ميديا، وأنك تكون صانع محتوى، اختيارك أنك تكون صانع محتوى في الكورونا، وقت الكورونا يعني قررت أدخل في السوشيال كورونا ميديا. كورونا هذه طلعت المشاهير، وفي أيام الكورونا طلعت، كان ما عندي أي شيء، فقط في البيت والحجز الحجر الصحي هذا. فكنت أصور بعض المقاطع في التيك توك في بداية الكورونا، والحمد لله رب العالمين. يعني تخيل اسبوع زمان نزلت مقطع فيديو، اسبوع زمان الاهل والاصدقاء يتصلوا لي انت صرت منتشر السوشيال ميديا وانا مش عارف. ايوه هي دائما السوشيال ميديا كده فيديو ضربه يعني. ايوه ضربه يعني، خلال اسبوع زمان جايب نص مليون. ايش كان موضوع موضوع نظام البيوت في هولندا؟ طبعا نظام البيوت هناك صعب، مو مثل مصر او الدول العربيه. لما يعطوك بيت وانت جاي على البلد جديد، في يعطوك بيت بدون اثاث، بدون ارضيات، بدون بويه، بدون اي حاجه، كل شيء من انت البدايه، تسوي كل حاجه. ايوه، فيقول لك يا كانك كنت في حرب، الجدران مخزقه، ما في اي شيء. يعني هذا هو النظام هناك في ايوه النظام كذا. ولازم انت اذا حبيت تسكني في هذا البيت وطلعتي بيت ثاني فلازم تخربي، عشان عشان اللي بعدك اللي يبدا من الصفر. يبدا من الصفر. ليش يعني ايش الفكره كده فيها؟ يعني هو يعني هو يأهلك، ينميك، يخليك تحمل مسؤوليه، لا ولا عشان تبدا انت تعمل ديكورك؟ لا بس هم عندهم القروض. انت لما تجي جديد على البلد، الدوله تعطيك قرض عشان تاثيثي،
ما تاخذي الفلوس هذه او تحتفظي فيها عشان تصرفيها. اوكي ايوه لا لا تفكير يعني يعطوك في المقابل ان انت تصلح بيتك. يعطوك يعني. وبعدين لما تكلمت عليه وتفاعلوا الناس يعني بالمحتوى وكان رد الفعل ايجابي، هذا الشيء خلاك ان انت تواصل؟ ايوه هذا هو الشيء بدأت اتواصل فيه واتكلم عن الكورونا وكمان في مواضيع اخرى كمان موضوع الهجره. يعني الانسان اذا ما عنده هدف ليه حيهاجر لاوروبا؟ في بعض صح. لانه هيكرر نفس التجربه من بلده لبلد ثاني. تجربه صعبه جدا ترى الهجره مو سهله اكيد. يعني لازم الانسان اذا عندك اذا تبي تهاجر لازم يكون عندك هدف. في بعض يعني مجموعه شباب كثير ضاعت في هولندا. هولندا عباره عن مستنقع من يعني اصلا الشباب العربي أيوة والشباب العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص. يعني انه الان معها كان ظروف الحرب والوضع الاقتصادي فكان عندهم يعني انه اول ما بيسافر اوروبا هذه الجنه. أيوة يعني كل شيء متوفر فيها فرص العمل الحياه الشغل ممكن الاقي جنسيه يعني يفكروا ايوه يفكروا كذا بس في الحقيقه العكس على فكره. يعني انا عايش وتجنست واخذت جنسيه والحمد لله وصرت من صناع المحتوى لازم في يكون عندك اهداف لكن لازم اكيد عنيت يا اكرم صح عشان توصل يعني اكيد عنيت في اكيد لا شوفين أيوة. لما تجيك فرصه هي الحياه فرص. اذا تجيك هذه الفرصه فلازم تحققي الشيء اللي بتحبيه. يعني لانه اوروبا اذا ما تدخلين على هدف تضيعين فيه. طيب انت يعني رحت لموضوع المحتوى الثقافي توعوي بطريقه كوميديه أيه. ليش؟ عشان شوف الحين انا لو الناس تحب اللقافه ما تحب الثقافه ايوه فدائما لازم تخلقي شيء من يثير الجدل عشان يتقبلوها يعني ايوه وضحك أيوة. وناسة وزي كذا فيحبوا هذا المحتوى. مثلا انت جاي من عملك خلصت عملك تبي تروحين البيت ترتاحين اكيد حابه تفرغي صح يعني. يوصل فكان هذا الهدف في المحتوى ولقيت نفسك انك فعلا كوميدي يعني انت يعني تقريبا نوعا ما ممكن انا اشوف نفسي مو كذا بس العالم اللي تشوف المقاطع والتعليقات كمان طيب اكيد طبعا التعليقات انت عارف اي صانع محتوى عربي كميه انتقادات ممكن تكون اكثر من ممكن اكثر واحد ينتقدوني. طيب كيف تصرفت مع الانتقادات؟ رديت عليها ولا لا؟ لا في البدايه كان شويه صعب وتحمل الناس زي كذا لكن بس لما تتعودي على الشيء في شكل يومي خلاص يعني بدأت تركز على هدفك من الفيديوهات أيوة يعني أحط فيديو واروح حتى بعض ما أشوف التعليقات أصلا. طيب أكرم أنت كشاب يعني عربي ويمني أنت ذكرت أنه الهجرة برغم ممكن يكون فيه مميزات بعدين وأنت عارف هدفك لكن فكرة أنك تسيب وطنك وتروح لوطن ثاني ثقافته مختلفة دينه مختلف أفكاره مختلفة كل شيء عكس تماما حياتك تبدي من الصفر. أيوة أنت كنت مجهز حالك للخطوة هذه أيه. ولا كنت بتخاطر؟ لا لا كنت جاهز أصلا. أنا كنت حابب الهجرة في الهجرة من 2014 وسافرت في 2014 على روسيا وكوبا وخسرت حوالي 80,000 ريال سعودي ورجعت لمصر من مصر رجعت لليمن بعدها رجعت السعودية ثاني مرة وجمعت فلوس واشتغلت واشتهت وبعدين وانت أصلا ناوي يعني لا أيوة خلاص دخلت حلمي يعني أن أنا أروح فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الموجود الإرادة الأهداف الإنسان اللي يكون حاط خطة معينة في حياته مستحيل ما ينجح. طب نشوف اذا استاذ سلطان يعني المخرج اذا عندنا كذا أيوة مقاطع خلينا نشوف نستعرض شويه مقاطع من محتويات اكرم. طب ايش الفيديوهات؟ هذا فيديو طبعا انا في دراستي في مجال الفاشن ديزاينر اند ستايلينج. حلو اي اخذت المركز الاول على مستوى الكليه وعلى مستوى مقاطعه في هولندا. ايوه في هولندا ديزايننج. طب ليش اخترت الشغف دائما واحد يبحث عن الشيء اللي بيحبه عشان ينجح فيه. يعني انت كنت مايل ايوه هذا شغفي يعني. طيب حلو. وعندي كمان براند خاص فيني هي اكيو كلان شغل خاص فيني بس لسه ما بدات فيه في المستقبل ان شاء الله. طيب للرجالي ولا الحريمي؟ على باي يعني الاثنين. لا تكلمنا هولندي الان الاثنين رجالي ونساء. لا تكلمنا هولندي. ايش كمان معنا؟ هنا التكريم. هذا تكريمك ايوه هذا الفائز يعني الفائز شكلك عملت كذا كانه عاملين عرض ازياء. ايوه عرض ازياء انا برضه كمان في موديلينج انا موديل وكمان عارض ازياء ومصمم ازياء وصانع محتوى ما شاء الله فيري نايس فيري نايس يعني متعدد عند حلو انك متعدد يعني المواهب مثلا او أي المواهب اصلا صناعه المحتوى ما تحس انه على المدى الطويل ولا لا يعني ايوه صح ممكن تحتاج ان يكون فيها شيء ثاني معاك أيوة لازم يدعم يعني ايوه لازم شيء يعني. طيب تصميمك للازياء حبيت انك تدخل فيها لمستك العربيه أو أيوة التراثيه فيها نعم في بعض هذه مو كل الفيديوهات بس فيديوهات بس حوالي يعني فيديوهات صغيره قصيره في انا مستوحى فستان من العقيق
ومصلح الفستان من اللؤلؤ فوق. لو شفتي البنت هذه الموديل تبع اللي لابسه الفستان هذا تصميمي. طبعا الغرب اكيد بيلفت انتباههم الاشياء أيوة التراثيه صح التراثية والاشياء أيوة التاريخيه بشكل أيوة. بيحبوا هذا الشيء. طيب كان في هناك ترحيب بيك كشخص يمني يعرفوا عن ثقافتك، يعرفوا عن 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 اليمن، عن الحرب، عن كل شيء؟ يعرفوا كل شيء عنه، بس انه برضه نحن بنقدم صوره جميله عن اليمن. اكيد طبعا أيوة. هذا دوركم اكيد، دور أكيد كل يمني خارج اليمن. اكيد سفراء بلدنا في أيوة. في الغرب او في الهجره بالضبط في المهجر. بتلاقي هناك اكرم يعني ترحيب من اليمنيين هناك بالموديلات اللي انت بتعملها، طلب على او حتى يعطوك افكار في كيف ممكن تدمج الاشياء التراثيه؟ يجي في ناس. شوفي اليمني مبدع، لو لقى فرصه في اي مجال حيبدع على فكره. بس ما اغلبهم ما يلاقي الفرصه اللي بيحبها ويبحث أيوة. لكن بصراحه هناك هناك في اوروبا، معلش قطعت الكلام، في هولندا بالذات هم يحبوا الإنسان اللي يكون عنده شغف لشيء معين يبغى يتميز فيه أو يدرس. يعني أنا أول ما وصلت يسألون أول سؤال إيش موهبتك، إيش تحب تدرس، إيش الشيء اللي بتحبه. مو مثلا الحين أنت على سبيل المثال بكرة ولدك أو بنتك على سبيل المثال، الأغلب اليمنيين مثلا أنت لا تروح أوروبا لازم تكون دكتور، لازم تكون مهندس، لازم كده. فهذه مشكلة على فكرة. يعني أنا لو أروح أدرس دكتور وأنا مالي في المجال هذا، هذا ممكن أذي فيه الناس. أيوة وهفشل فيه صح. أو هفشل فيه يعني صح. حتى أيوة. هم يقيسوها على المدى البعيد، إن أنت يعني ما أنتش راغب أو جاي كذا مش مقتنع أو صح. جاي كذا بس علشان تأخذ حاجة وتمشي، فهم ما يحبوش. لا ما يحبوش، بالعكس يحبوا شخص اللي يحب يعمل حاجة علشان يطوروا من بلادهم برضو. أنت بتكون عايش عندهم كذا. طب إذا رجعنا إلى موضوع المحتوى، يعني كيف ساعدتك مثلا الغربة والأشياء اللي انت عانيت منها، برضو القصص أكيد تعرفت على يمنيين والقصص الأخرى، أن انت تقدم أفكار جديدة للمحتوى؟ شوف تقديم المحتوى في أوروبا أسهل من الدول العربية. ليش؟ لأنه عندك فضاوة، مساحة من الفضاوة تقدرين تقدمي فيه الحرية المحتوى. كمان الحرية أيوة. تعبري بالطريقة اللي بتحبها، ما حد يأذيك، ما حد بيقول لك ليش انت تسوي هذا ولا هذا، تعيش والاندماج برضو مع المجتمع، تلاقي أفكار جديدة برضو من نفس المجتمع. تعلم اللغات كمان شيء مهم جدا في الغربة. في ناس كثير من اليمنيين تشوفه قاعد في البيت أو من العرب بشكل عام، يعني روح مع الناس، اطلع أيوة اندمج مع اندمج مع الناس عشان تتعلم لغتهم ثقافتهم. كيف تعلمت اللغه يعني؟ والله اغلبها يعني في الشارع. انت تعلم عربي وانجليزي وهولندية، يعني كيف تعلمت اللغه؟ اللغه سهله؟ اللغه مو سهله، بس مع الممارسه طبعا. مع الممارسه انت تقدر تخلي اللغه سهله وتخليها صعبه، كله عامل نفسي. انت لو تبي تتعلمين حتتعلمين، ما في شيء صعب في الحياه. لازم الانسان يكون مثابر للشيء. كثير من الناس تقول لك والله هذا صعب، مو قادر اقرا او مو قادر اتعلم. لا حاول صح. المحاولة مرة مرتين ثلاث مرات حتلاقي الشيء قدامك. ما شاء الله أكرم، أنا شايفين إن فيك ما شاء الله يعني حبك للشيء أيوة وفي طاقة. لكن أكيد أكيد أكرم يعني زي شباب كثير عربي ويمني أكيد مرت عليك لحظات الإحباط واليأس، وإنه تحاول ما فيش فائدة والمحاولات كلها مش راضية تضبط معك. هذا أكيد تلاقي بعض الصعوبات. كنت بتشجع نفسك كده بتتخطى المرحلة؟ أي شوفين دائما بعض الصعوبات لها حلول. مثلا حتلاقي واحد أفهم منك وعنده خبرة أكثر منك من ناحيه اللغه. مثلا انا لما اروح على سبيل المثال الكليه ما فهمت جمله او جملتين، اول شيء يقول لي المدرس يعني الكوتش تبعي اقرا، حاول مره ومرتين، اذا ما قدرت بعده هو يدخل يساعدك. حنلاقي ناس، في ناس يعني اكثر اليمنيين اللي هاجروا متعلمين وفاهمين ودارسين، منهم كانوا في تركيا وفي ماليزيا وفي السعوديه وكمان هنا في مصر. فهذا كمان هم بالنسبه لنا يعني بالنسبه لنا سند. وانت حبيت الموضوع وسويت نفس الشيء، يعني ان انت الان بالمحتويات اللي انت بتقدمها تعطي للناس برضو طريقه. أيوة. يعني اما كيف يكونوا بوزيتيف، يا اما كيف قولي بوزيتيف انرجي، فقط طاقه ايجابيه. انا هذا اللي قدمه في السوشيال ميديا بالضبط، لانه في ناس كثير محبطه مش قادره تسوي شيء بالذات يعني الحين. يعني في ناس قدروا يدخل او والله اكرم ولي زي اكرم ما عنده فرصه انه طلع وراح، احنا ما عندنا فرصه وقاسين. لا ممكن تعملوا نفس الشيء حتى وانتم. ايوه وانتم في المكان اللي انتم نتكلم بهذه المواضيع اكثر. فيديوهاتي لو تشوفيها يعني فيها طاقه، يعني مش حتى على مستوى الحياة، مستوى الدراسة، مستوى المحتوى، إنه دائما أنت تقدر. كل إنسان منا يقدر يسوي شيء في حياته. فالبعض يمسكهم إحباط
ما عاد يقدر يقول لك لا تقدر. حاول ايوه حاول ثم حاول المحاوله ما في واحد يقول لا تسال الفاشل اللي ما لا تسال الناجح لماذا نجحت، تسال الفاشل لماذا فشلت. يعني دائما واحد يتعلم من الناس اللي عشان ما ياخذ نفس التجربه ويفشل. ايوه. طب بتشوفي اكرم انه في فيديوهاتك او في صناعه المحتوى لما يكون الفيديو او المجال اللي انت بتتكلم عنه شيء ثابت بيكون افضل، ولا لا يكون لك فيديوهات مختلفه، يعني فيديو توعوي، فيديو مثلا عن دراستك الفاشن والاشياء هذه؟ شوفي دائما لما تمسكي على محتوى واحد الناس توصل لمرحله الملل. فلازم تغير. فلازم تغير، تجيب شيء جديد. في المحتوى كذا لازم كل مرة جديد، كل مرة جديد عشان الناس ما تمل كل يوم هم يشوفون ويش قدامهم نفس المحتوى. ونفس الطريقة. أيوة. بما أنك درست هناك في أوروبا، درست اللي هو ديزايننج دراسة. أي درست سنتين تجارة في البداية وبعدين حولت على الفاشن 4 سنين. طيب إيش نصيحتك أكرم لكل الشباب العرب اللي بيدرسوا في أوروبا أو أوريدي يدرسوا في أوروبا؟ يختار الشيء اللي بيحبه عادة يعني. أول شيء أساس الحياة في أوروبا اللغة. اللغة مهم جدا. إذا لغة البلد. لغة البلد لأنه لازم أنت تتعلم لغة البلد. أيوة لأن في دول يعني بيكون تمسكهم بلغتهم. أيوة. أهم شيء. بس شوف الهولنديين شعب لطيف. طيب حلو. الهولنديين مرة شعب لطيف بيحب يساعد الناس. ويفرحوا لما يشوفوا واحد يبغى يتعلم لغتهم أو يدرس شيء معين يعني يساعدوه بشكل مو طبيعي. شوف الألمان لا. الألمان متمسكين في اللغة حقتهم، تجي تتكلم معهم إنجليزي ألماني ما يردش عليك، ما يردش عليك إلا بلغتهم. والمشكلة إنه لغتهم صعبة. إيه يعني صعبة جدا يعني. لكن إنه الهولنديين شعب لطيف جدا. بس هذا اللي أبغى أوصله. وكمان عندك الحياة هناك برضو كمان مش ديك اللي مثل ما قلتوا في البداية أنتوا اللي براح هناك وشوف الجنة. أيوة وكل شيء متاح. رب الحياة يعني السجن المنزلي. يعني إذا ما تجتمع ما تخرج مع الناس وتعيش مع الناس وتندمج مع المجتمع تقعد في البيت، الحياة هناك زي لبس تندخ يعني مستقلة. كل واحد عايش لحاله يعني. أنا لو ما انشغل في السوشيال ميديا وفي دراستي وتعلم اللغة وزي كذا ممكن أنا أصب بسخوزة. أيوة استرس واكتئاب وتوتر وجنون. في البيت أغلبهم كذا يصير فيهم. أكيد صح. طب أكرم لو رجع بك الزمن ورا كمان كم سنة تكرر تجربة أنك تسافر وتوصل لحلمك؟ نعم. نفس الموضوع تكررها يعني ما في شيء بكررها. أي لأنه شيء أنا حابب تغيره أو كده؟ لا في أشياء ممكن، لكن إنه من ناحية الشيء اللي أبغى أوصل له واحد حارب عنه. عن الشيء هذا عشان توصل. لو رجع فيني الزمان 5 سنين قدام هل أرجع على الهجرة من جديد وعندي هدف وأنا عارف إنه ما راح أتغير عن هذه الخطوة من أجل تحقيق هدفي؟ أيوة. حكون سعيد من هالشيء. أكرم أنت يعني من أول قبل ما تسافر كان عندك يعني إنك تصميم أول شيء تشتغل جمعت فلوس ورحت لمكان ما توفقت رجعت. يعني في ناس الآن شباب مثلا لا ما بسويش حاجة إلا لما أسافر. ما بأبدعش ولا بأدرس إلا لما أطلع من هذا المكان. أيوة. أو أطلع من هذه البلد. يعني كيف اشتغل لا تخلي أعذارك المفضلة تسيطر عليك. خلينا أشتغل بعدين بسافر. لا ابدأ اشتغل. أيوة يعني تضيع سنة وسنة ثانية وثالثة ورابعة عادوا ما قدرش يسافر يعني أو ما توفقش أو يمكن ما يتوفقش ما يسافرش. صادق. فيعني أهل أجلس بمكاني لما أطلع من يحاول يشتغل نفسه بشيء. يعني مو شرط إنه لازم يروح أوروبا عشان ينجح. النجاح في أي مكان تلاقي. صح. أيوة مش لازم يروح. في ناس مرتاحة ومبسطة وعندها خير الدنيا. هم في الدول العربية. أيوة. مو شرط في أوروبا خلاص. شرط. أيوة. أيوة. ممكن أوروبا بعدين ترجع تروحها وأنت. أيوة وأنت. وأنت معك فلوس يعني. نعم. بحلالك بخيرك يعني. بخيرك. طيب إيش إن كانت سألتك نصيحتك للشباب اللي بيدرسوا وبيتعلموا في أوروبا، لكن النصيحة المهمة للشباب اللي خاصة في الوطن العربي طبعا في البلاد اللي بتعاني من الحرب ومنها بلادنا. نصيحتك لهم اللي احنا عارفين ان الظروف اكيد بتعيق وان الحرب اكيد بتدمر النفسيه وبتعيق احلام الكثير. صحيح. حتى لو انت اليوم مبسوطه بكره تنحبطيه غصبا عنك. ايوه, أيوة صح. صح. لكن من خلال تجربتك لانك اكيد التجربه ما كانتش سهله وما تقدمت لكش يعني على طبق من ذهب. نعم. عانيت وفي صعوبات كثيره عانيت فيها. فنصيحتك هتكون خاصه كذا للشباب اللي مريت انت بهذه التجربه ايش تنصحهم؟ والله دائما شوفين صعب بالذات لما تشوف البعض يقول انت حزدان ما تبغانا اسافر ما تبغانا اروح. لكن في الوقت الحالي برضو كمان البلد صعب جدا. في ناس ما تقدر تطلع من البلد. فحاول قدر المستطاع انه يلاقي له يعني فرصه عمل او يدرس يشغل نفسه في دراسه تعلم لغات رياضه. يروح اغلب الشعب بالامانه يعني اقولها بوضوح بس تخزين وقاعدة في البيت وهذه الأمور. فهذه برضو كمان مشكلة كبيرة نعاني منها كيمنيين إنه أكثر نهدر الوقت.
يعني في اشياء مش مستفيدين منها، احنا بالاساس مش مستفيدين من هذا الشيء، ممكن نستغنى عنها بشيء مفيد. يعني انا تعلمت اشياء كثير، انا هذه تعلمتها اوريدي، يعني موجوده في اخلاقنا وفي ديننا وفي قيمنا، احترام الوقت، احترام كل حاجه، لكن في بلدنا ما تقدر تحترم الوقت، الوقت يروح بأشياء تافهة. صحيح. ايوه نضيع له حياتنا اليوميه باشياء ما نستفيد منها، لا نمارس الرياضه، لا نمارس هوايات بتحبها، يعني البعض ما عشان ما اكيد مش الكل. أيوة. طبعا اكيد. فهناك بتروح الرياضه، بتروح تتعلمي لغه، بتروح للكليه، في اشياء تشغليك يعني. حتى في موجوده عندنا يعني موجود يعني اي حاجه موجوده، بس انت كيف نغير تشوفها. أيوة. هل تشوفها بطريقه حلوه ام تشوفها بطريقه مش حلوه؟ يعني صحيح ما في مكان اوروبا او بلد عربي ما في يعني حاجه حلوه وحاجه مش حلوه، لا الحلو هنا والوحش هنا. أيوة. انت تختلف حياتك يعني، حتى ممكن على مستوى نفسك كيف تشوف نفسك، تشوف نفسك بطريقه حلوه ام تشوف نفسك بطريقه سيئه. صح. وتحبط نفسك يعني. صح. بالاخير كنترول بيدك انت كشخص. تستطيع. نحن نشكرك يعني. الله يسعدكم والله، شرف يعني كبير. على كل هذا الباور يعني. شكرا. قولي بزيتك انرجي دائما. يعني اتمنى لك التوفيق بإذن الله. الله يسعدكم والله، تشرف الأحلام. ملهم الشباب بإذن الله. بإذن الله. ونشتهي يعني فيديوهات كمان أكثر. أيوة. جديدة. أيوة. في وتكلم فيها كمان على الخطوات وكيف ممكن أي شاب إذا عنده كل المواصفات أو عنده كل الإجراءات الصحيحة كيف ممكن، والخطوات إنه ممكن يسافر وتساعدهم يعني. في بعضهم يحوق يعني يجلسوا يتعبوا كيف. أي يتعبوا وتهريب زي كذا، وهذه بالضبط. هذه مشكلة كبيرة. كم يعني أيوة. ناس ماتت في مجال في هذا المجال. نتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدكم. شكرا يا أكرم. شكرا لك. أتمنى أنه طبعا مشاهدينا يكونوا اليوم انبسطوا بحلقتنا بمواضيعنا وبفقراتنا ونقولهم كذا. وصلنا يعني إلى ختام حلقتنا مع الأسف. الوقت يمشي بسرعة معكم، ولكن إحنا أكيد حنجدد اللقاء معكم في يوم الثلاثاء. خليكم معنا يوم الثلاثاء بألف خير وعافية.